يلا يا هادي. لو رجعت سيقتلونا ويقتلونا. الحياة مملة يا صهبان. ما لازم تكون مملة بالنسبة لك يا عمر، انت راجل الوقت والزمان أدية من أحلامه، وكمان القراية والعلم خلاص خلوك عايش في الخيال، فبقى الحياة الحقيقية بتاعتنا بقى صعبة بالنسبة لك ترضيه. ويجي منين الرضا والزمان بيمر واحنا في مكاننا، لا قادرين نهرب من سجنه ولا قادرين نرضى. انت عارف ليه يا عمر؟ عشان انت مرفه نعم اليد. اخشن حاجه مسكتها ايدك ايه؟ كاس شراب، ايد جاريه مقشفه، ورقه كتاب قديم. لكن صهبان الشقيان التعبان اللي دراعته خدرت من دعك الوسخ على الابدان بيروح مهدود، مش قادر يفكر ولا اشتكى من زمان ولا دق عليه مكان. ليه ما يكونش في حاجه جديده تسلي الانسان؟ مرايه كبيره مثلا نشوف عليها حكايات وقصص بدل ما اقراها في الكتب، او اكون انا في بيتي وانت في بيتك واقول نفسي اسهر مع صهبان. يكون في وسيله تخليني اوصل لك ده وتجيلي. ما سهل ان ده يحصل. سهل ازاي؟ انك تصاحب جن. بص، الجن اخف واسرع مننا. ممكن الجن يعمل لك المرايه اللي انت عايزها وعليها الحكايات، ممكن الجن يسمع منك ويوصل لي وانا في بيتي، كمان ممكن ياخدك على كتفه ويطير من مكان لمكان. والإنسان إيه اللي ناقصه؟ ليه ما يقدرش يعمل كده؟ الإنسان مخلوق شديد الذكاء والحزن. حزن؟ بص بقى، أنا القعدة معاك هي بقت الحزن كله، كل كلامك بيروح كده وبعد كده بيرجع للكآبة. أنا الليلة حزين يا صهبان. الليلة؟ الليلة؟ أنت كل ليلة يا عمر حزين. أقول لك على حاجة، أنت كل ليلة بحال. تفتكر لو سبت الكتب ومنعت عقلي عن التفكير اشتغلت شغلانة كده بتتعب الجسم زي الزراعة مثلا، أو أكون بلان زيك، هرتاح؟ هترتاح؟ ده أنت هترتاح راحة، راحة أبدية، الموت، لأن اللي زيك ما يستحملش يوم شقة واحد من الواحد بيشوفه. والله شقة الجسم أهم بكتير من اللي أنا فيه يا بلان. هو أي حد يشتغل بلان، الشغلانة لمت.
هل أغريت الفتى الهادي بن حسن الصباح بشرب الخمر؟ الشيطان والنفس بيزينوا للإنسان المعصية، ومع ذلك يحاسب على فعل المعصية مرتكبها مش اللي زينها له. هل هربت من ساحة القتال وتركت المؤمنين يتقتلوا؟ ما كانش قتال، كانت مذبحة، ولا يحاسب العاقل على عقله، ولكن أحاسب لو عملت فعل تسببت فيه في هلاك نفسي وهلاك للآخرين. وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تعطيت الحشيش المخدر وشربت الخمر وأنت داعي محترم لا يليق بك شرب المسكرات. بيشربها سكان الجنة عندكم بأمر من سيدنا حسن الصباح، فليه أتعاقب عليه أنا؟ وما قولك في الإمام حسن الصباح؟ رجل ضال ومضلل، كفر بالله وظن أنه الإله، يدخل الجنة من يشاء وأمنعها عن من يشاء. زيد بن سيحون خرج من الملة وتقاعس عن القتال وشرب المحرمات ورمى رجلا مشهود له بالصلاح والتقوى بتهمة الكفر. الحكم الذي أراه هو قتل ذلك المارق درءا للفتن وحتى يكون عبرة لمن سواه. ويحكم بإيه عبيد حسن الصباح غير بكده؟ ولولا إنكم زي ما حكمتم بحكمه، ده حكم حسن الصباح فيه زي ما هيحكم عليكم بعد كده واحد واحد حسب هواه. انت عارف ان انا مش خاين، بس ايام انتهت. شكرا لداعي العدل. وعشان تعلم يا زيد يا ابن سيحون ان ربنا سبحانه وتعالى حكمه العدل، وان من قتل يقتل ولو بعد حين، انا همنح شرف تنفيذ حكم قتلك لشاب انت قتلت ابوه وامه. يحيى أمر سيدنا. أنا قتلت أبوك وأمك بأوامر منه، هو اللي أمرني بكده.